وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أقاربه الأدعية النافعة. فعن العباس بن عبد المطلب قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس السؤال دليل على أن الدعاء بالعافية لا يساوي شيء من الأدعية ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. فإن الداعي بالعافية سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمة هذا الدعاء وأنه عظيم، وأن يجعل الدعاء بالعافية من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم تعالى ويستدفعون به كل بلية وكل نقمة وكل هم وكل غم. اسأل الله العافية من جوامع الكلم العظيمة في الدعاء، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ماذا بقي؟ دفع كل ضر وجلب كل خير. كان عليه الصلاة والسلام يعودهم إذا مرضوا، فعن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى العباس الموت من شدة ما نزل به، فقال يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. رواه أحمد وصححه الألباني. تستعتب يعني تتوب وتستغفر، إذن حياتك خير لك لو عشت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا فتزداد أجرا فترتفع منزلة عند الله، وإن كنت مسيئا لعلك تتوب إذا أخر الله أجلك أمد الله في أجلك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب عام الفتح فأسلم بمر الظهران. العباس أتى بأبي سفيان، الكبار يحتاج لهم إلى كبار أيضا لكي يسوقوهم إلى الخير، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا. أبو سفيان يعني يحب أن تكون له منزلة أو يكون له شيء، فلو لبيت هذه الرغبة النفسية ليثبت الرجل على الإسلام. العباس الحكيم رضي الله عنه وأشار على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيه مصلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رأيك صائب. رأي العباس حكيم، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذن راعى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان صاحب منزله، والآن إذا أسلم سيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويفقد زعامته طبعا لا شك. فلو جعل له شيء حب الفخر إشباع الرغبة النفسية تثبيتا على الدين وتحبيبا له بالإسلام، فلما يقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني ما أحد يعتدي عليه إذا دخل دار أبي سفيان، يعني دار أبي سفيان يعني أبو سفيان هذا رجل له قيمة ومنزلة وأهمية ومكانة، فمن دخل داره فهو آمن أعطاه. بإشارة من؟ بإشارة العباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي آراء قرابته الصحيحة وينزلها المنزلة، وهو كان يأخذ برأي
أي أحد إذا كان رأيا سديدا، ولكن القرابة لهم اعتناء أخص.